مساء الخير. اول شيء انا عندي اصبعين زبده، ضيف لهم سكر ابيض وسكر بني، ونخلط الزبده مع السكر مره كويس، وبعد ما نخلط الزبده والسكر كويس نضيف لهم البيض والفانيليا ونخلط كمان مره كويس، وبعد ما يمتزج البيض مع السكر والزبده بنضيف المكونات الجافه عباره عن دقيق، بيكنج صودا، بيكنج بودر، والنشا، نقلبهم مع بعض مره كويس ونضيفهم ونقلبهم مع بعض. طبعا كنت بنسى اهم شيء، رشة ملح وبس كذا، ونقلب مره كويس الى ما يختفي الدقيق. حاليا بنضيف الشوكليت، تمام، وجوز، ونقلبهم مع بعض وبس كذا. عجينة الكوكيز جاهزة، حاليا نكورها كرات تقريبا 150 جرام، ونخبزها بالفرن على درجة حرارة 180 فوق وتحت لمدة 10 دقائق وبس كذا.